تكفون يا الويلان في كل الأوطان فزعاتكم يا أهل الوجيه السفيرة بشر ومسلم من المهمات مزبال للكايدات المعضلات الخطيرة أنتم ذرع عن سلت السيف شامان وقفاتكم تهون لوهي كبيرة محمد يقول اليوم تكفون ويلان عاداتكم حل الأمور العسيرة من يفعل المعروف يجزى بالإحسان لو كان وزنه كبر حبة الشعيرة حكم القدر مكتوب والوقت قد حان ويلا عسى في تالي الأمر خيرة عوده بالناصر القبلان.